يلا بدي اياك تجي. يلا يلا هون البنت. شو بدك ايدي هاي؟ وليك شو عم تعملي؟ شو شلتي ايدك مني؟ تعالي شوف. ما بدي ما بس كنت عم بشيل القلم. ايوه طيب. طيب يلا امشي امشي. امشي يا حبيبي. شو هاد؟ شو معنات هذا الكلام عشان؟ أشوف شو معنات هاي الكلام؟ شو عجب معنات هاي الكلمة؟ يا عبا هذه البنت بخطر وبدها الإنقاذ. أنا بورجيك يا كلب. شو عم تعمل يا أولاد هي؟ شو عم تساوي؟ ما عم بساوي شيء. شو بتقربك هاي البنت؟ هاي بتكون بنت جيراننا. شو يعني بنت جيرانك؟ بنت جيراننا اخذها لبيتها هي جاي من المدرسه. شو بيعرفك هذا عمو؟ عمو؟ هاد شو هاد عمو؟ شو هاد؟ لك كلها بتأشر لها وعم بتخوفها. لا تطلع فيها، طلع لها اقترب، بتفهم ولا لا؟ شو اخوفها؟ اخوف مين؟ عم لك بنت جيراننا، انت مجنون شي؟ ما رقصي مجانين مشان الله، يلا تعي لهون تعي. لا تحكي ولا كلمة قبل ما افهم كل شيء، عم تفهم ولا لا؟ يا اخي اطلع من راسي، بشتكي عليك هو، بشتكي عليك، تعي اشوف. عمو، فهميني هذا بيقربك شيء؟ لا يا عمو لا، هذا ما بيقربني ولا شيء. هذه ما بتقربها؟ شو بدك منها؟ ليش ماسك ايد البنت؟ ليش؟ لك هي بنت صغيرة، لا تفهم شيء، بنت جيراننا، هي شو عرفت فيني؟ بس انا اخذها لبيت اهلها. عمو، انا بدي اخذها، يا حقير. لعمة ضربك لعمة. بدك تخطفها للبنت؟ عمو انت شو اللي مطالعك برات البيت؟ شو عم بتسوي برات البيت لحالك؟ ليش انت مالك بالبيت؟ يا عمو انا كنت رايح اشتري ملح، فهو اجى قدامي وقال لي تعالي تعطيكي اكلات. شو كان بدها ماما؟ ملح وسكر. هلا يا بنت تعال شوي. انت وين رايحه؟ وين رايحه؟ رايحه على الدكان اشتري ملح وسكر. ايه خلص بنروح سوا وبشتريك اكلات اذا بدك بطرينا، شو رايك؟ يلا امشي. ها اكلات؟ ايه بروح معك عمو بروح. يلا امشي امشي، لا تناقشيني كثير تمام؟ يلا امشي. عمو ما بيصير هذا الحكي من هون راي، مين مسح لك لبا تروحي لعنده، عم تفهمي ولا لا؟ بتفهمي؟ اي عمو من بعد هالشي اللي صار فيني هلا فهمت. لا يا عمو هلا بتروحي على البيت ومين مسح لك من هون راي ما بترجع لي، عم تفهمي؟ عم بفهم يا عمو. يلا عمو روحي على البيت، روحي. وين بيتكم انت؟ وين؟ هذاك هو بيتنا. اذا وصلتوا لهون من الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو وتشاركوا هذا المقطع في كل مكان، وصلوا على الحبيب محمد بالتعليقات.